الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لليلة القدر، ووفقها لنا يا رب العالمين، واجعلنا من أهلنا من أهلها هذا العام وكل عام، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين، واعف عنا وعن سائر المسلمين، وتب علينا وعن سائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب، على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وبدأنا في كتاب أحكام الصيام يوم السبت الماضي، وقرأنا فيه جزء نقرأه في الهامش. يقول: كتاب أحكام الصيام، وهو الصوم، مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. وعرفنا التعريف وبينا المحترزات. وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. دي شرائط إيه؟ الوجوب، مش شرائط الصحة، لأن قد يكون هناك شرط صحة وهناك شرط وجوب، فيصح الصوم من المسافر لكن لا يجب عليه، لكن إذا صام يصح. ويصح أيضا الصوم من الصبي قبل البلوغ لكن لا يجب عليه، كويس، لأن إذا كان مميز صحت العبادة منه، ولكن لا تجب عليه. فيبقى في حاجة اسمها شروط وجوب وشروط صحة. شروط الصحة أنها تصح مثلا من المريض إذا تحامل على نفسه وصام، ولكن لا يجب عليه الصوم. فإن تحامل على نفسه وصام، لأن أصل شروط الصحة إن لم توجد ينبني عليها إيه؟ الفساد. ما هو مقابل الصحة الفساد، مش كده برضو؟ ولكن شروط الوجوب إن لم توجد يبقى لا ينبني عليها الفساد، بل ينبني عليها عدم الوجوب. فهمت؟ عشان ما تختلطش عليك. فالصوم يجب على المسلم الخالي من الموانع الشرعية الذي حضر شهر رمضان، واخد بالك، أو في نهار إيه، في طول نهار قابل للصوم، طول نهار قابل للصوم، عشان نخرج إيه يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، لأن نهارها غير قابل للصوم. فإن نوى وصام لا ينعقد ويأثم، لأن نهارها غير قابل للصوم. يكون خالي من الموانع الشرعية التي تمنع من صحة الصوم، أي تؤدي إلى فساد الصوم. والذي يمنع من صحة الصوم، يعني يقتضي فساده، هو الحيض والنفاس. أما الجنابة فلا تقتضي فساد الصوم، أما النوم لا يقتضي فساد الصوم. ولو نام، لكن إيه؟ لكن عندك العقل، زوال العقل بجنون، ده يؤدي إلى فساد الصوم. كده برضه، وإغماء يستغرق اليوم كله، النهار اليوم كله، يقتضي فساد الصوم. لكن لما يحصل جنون يستغرق اليوم كله ثم أفاق، ليست عليه الإعادة لأنه غير مكلف، لأنه رفع عنه التكليف، لأن من شروط الوجوب العقل. فإذا زال عنه العقل طول اليوم، لكن لو زال العقل لحظة، كان أخذ مثلا حقنة تخديرية
علشان يعني يؤدى في جراحة لمدة 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، ولكن دون أن يدخل في جوفه شيء. صح صوم. فلو ادينا له حقنة تخدير مثلا بنج نصف وهو فايق كده من فوق ودايرين بكل حاجة، وأجرى جراحة وفي نهار رمضان، صومه صحيح لأنه لم يدخل شيء في جوفه، لأن الوريد اللي هو وما تحت الجلد وكذلك الحبل الشوكي في الحقن، البنج النصفي ليست جوفا، فدخول شيء في الجوف هو الذي يفسد الصوم. أما الدم فليس جوف، والجلد إذا اخترقناه بإبرة ما تحته ليس جوف، وبالتالي لا تفسد الصوم ولو كان مغذيا، ولو كان فيتامين، ولو كان جلوكوز سكر يعني. ده مذهبنا. أما إدخال اللبوس الشرجي، فاللبوس الشرجي يدخل إلى جوف من الدبر، فهذا يفسد الصوم. لو وضعنا نقط أو قطرة في الأذن، ده جوف، الأذن جوف يفسد الصوم. لو وضعنا قطرات في الأنف فظهرت في الحلق فسد الصوم. لكن لو وضعنا قطرة في العين لا تفسد الصوم، لأن العين ليست جوفا ولو استشعر طعمها في حلق. واضح؟ يبقى اللي يفسد الصوم دخول شيء في الجوف يفسد الصوم، والذي يمنع من صحة الصوم هو زمان وحالة. زمان أن يكون نهار غير قابل للصوم، أو حالة وهي حيض والنفاس، وحالة نادرة وهي الجنون طول فترة الصوم إذا استغرق طول فترة الصوم. فالكلام ده احنا تكلمناه في المرة السابقة. فقال: وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء. الكلام ده طبعا على مذهب الشافعية، وفي بعض النسخ 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم، وهذا هو الساقط على نسخة 3، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. وفرائض الصوم احنا واقفين عليها بقى، واقفين على كلمة وفرائض الصوم 4 أشياء: فرض الشيء الذي هو جزءه، أما شرط الشيء خارج عنه. الشرط ضروري والفرض ضروري، لكن الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية، والشرط خارج عن الماهية، والفرض أو الركن داخل في ماهية الشيء. نعطي مثال في الإنسان الحي. الإنسان الحي رأسه داخلة في الماهية، جزء منه، فيبقى الرأس فرض فيه أو ركن. الرأس، القلب، لا يتصور إنسان بلا رأس، لا يتصور إنسان بلا قلب. فهذه الأشياء أركان في الإنسان لأنها تكون ماهيته، فهذه فرائض وأركان في الإنسان. أما مثلا الهواء الجوي المحتوي على الأكسجين فده شرط خارج عن الإنسان، لكنه شرط لوجود الإنسان لبقائه حيا. فالشرط خارج والفرض داخل. الشرط لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، لكن ينبني على غيابه عدم الايه؟ عدم العدم اللي هو عدم الوجود يعني. يبقى الشرط ينبني على عدمه العدم، ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. كوقت دخول الصلاة، شرط لصحة الصلاة أن يدخل الوقت. لو لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. طيب، فإذا دخل الوقت هل وجدت الصلاة؟ لا توجد الصلاة إلا إذا قمت بها. قد يدخل الوقت ولا تقوم فيه. فيبقى دخول الوقت عامل في العدم فقط. إذا عدم عدمت الصلاة، لكن إذا وجد لا ينبني على وجود لا وجود ولا عدم. لابد أنك أنت تقوم بالصلاة عشان يبقى لها وجود، فإن لم تقم بها فهي عدم. واضح؟ ده الشرط. يبقى الشرط خارج عن الماهية ويكون مؤثر في حالة العدم فقط. يبقى عدمه ينبني عليه العدم، لكن وجوده لا ينبني على وجود الشرط وجود ولا عدم. ستر العورة شرط لصحة الصلاة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة. فهل إذا سترت العورة معناه وجدت الصلاة؟ ما كلنا قاعدين ساترين العورة وما بنصليش، مش كده برضو؟ يبقى ستر. لكن لو صليت بغير ستر عورة يعني لا ينبني، يعني لو انتفى، لو عدم ستر العورة وصليت مع القدرة على سترها
يبقى ينبني عليه عدم صحة الصلاة. فهمت بقى؟ يبقى الشرط يعمل في حالة العدم فقط يؤثر، أما في حالة الوجود لا يؤثر وهو خارج عن الماهية. أما الفرد أو الركن فهو يؤثر في الوجود وفي العدم لأنه داخل في الماهية. إذا وجد، إذا عدم عدم الشيء، وإذا وجد وجد الشيء، يبقى يؤثر في الحالتين. لما نقول أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة معناها أنها لو عدمت عدمت الصلاة الصحيحة، ولو وجدت وجدت الصلاة الصحيحة، فتؤثر في الحالتين في الوجود وفي العدم. فاهم؟ يبقى الفرد داخل في الماهية ويؤثر في حالة الوجود وفي حالة العدم. إذا عدم عدم الشيء، وإذا وجد وجد الشيء الصحيح. كويس؟ يبقى الفرائض الصوم بقى هي الفرائض التي تكون ماهية الصوم، حتى يجب أن تتوفر في الصوم علشان لو عدم واحد فيها يعدم الشيء كله، يعدم الصوم كله. إيه دي الفرائض؟ فبيقول لك وفرائض الصوم سهلة، أربعة أشياء تحفظهم سهلين: النية والإمساك عن المفطر، والإمساك عن المفطر عشان يبقى الأكل والشرب والجماع. النية والإمساك عن المفطر اللي هو الأكل والشرب والجماع، مش كده برضو؟ طول النهار بس، فاحنا ممكن نختصرهم لاثنين بس، ممكن نختصرهم لاثنين، لكن الشيخ فردهم قال لك والامتناع عن الاكل والشرب عدها واحد، والجماع عدها اثنين، وتعمد القيء عده ثلاثة، مع النية يبقى اربعة. يبقى الشيخ فرد المفطر بس، فرده خلاه ثلاث اجزاء. احنا ممكن نروح نختصر ونقول ايه؟ النية والامساك عن المفطر، حاجتين بس. يبقى اركان الصوم اربعة على التفصيل، اثنين على ايه؟ على الاجمال. الاثنين اللي على الاجمال النية والايه؟ والامساك عن المفطر. وعلى التفصيل نقول النية مع شروط النية المعروفة بقى، النية ليها شروط وليها حكم وليها محل وليها زمن، مش كده برضو؟ شرط النية مثلا الإسلام، وحكمها الوجوب، وزمنها قبل تبيتها في الليل قبل إيه؟ قبل طلوع الفجر في الفريضة، أما في صيام النافلة فيجوز بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الظهر، مع تفصيل النية بقى. وأن تكون من مسلم عاقل مميز، مش كده برضو؟ وأن يكون محلها القلب، وأن تكون خالصة لله، وأن يكون عالما بالمنوي. كل دي شروط داخله في النية بقى، داخله في النية نفسها، يعني النية ممكن افكها لسبع حتت كمان. لا سبع، لأن حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن، سبع حاجات تتكلم فيها عني. كويس؟ يبقى عندنا فرائض الصوم حاجتين: النية والإمساك عن المفطر. أجي في الإمساك عن المفطر أفكها، أخليها ثلاثة. الإمساك أي الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. بس سهلة، عشان كده قال تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل. فهو بيقول هنا ايه؟ وفرائض الصوم اربعة اشياء: احدها النية بالقلب، فان كان الصوم فرضا كرمضان او نذرا فلا بد من ايقاع النية ليلا، يبقى ليها وقت مهم هنا. النية وقتها اول الفعل غالبا، اول الايه؟ الفرض غالبا. النية وقتها أول الفرض غالبا. ليه قلنا غالبا؟ عشان في الصوم بتدخل النية الصحيحة من إيه؟ من الليل، تيسيرا على الأمة. لأن عارف لو كانت أول الفرض أول الفعل معناه إن الإنسان المسلم لازم يفضل قاعد فوق السطوح متربص، أول ما يلاقي الشفق تحرك فيه المستعرض، فجر المستعرض ده، خد بالك، يقول نوقيت الصيام. صعبة دي، لأن ده أول الصوم. لكن ربك تيسيرا على الأمة اكتفى بصحة النية على خلاف الأصل، أن تكون قبل بدء فعل الصوم فيدخل وقتها من أول غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر، تبقى تبيت نية تيسيرا على الأمة. لكن لو لم يكن هناك تيسير ولم يكن هناك رفع حرج لكان أوجب ربنا علينا الصوم بهذه الصورة، كل واحد يفضل قاعد علشان يتربص الفجر طلع، مش يقول الاذان الله اكبر، لا، ده يشوف ان الفجر فعلا دخل، لان ده اول الوقت،
اول الفرض، مش كده؟ اول الفرض طلوع الفجر، يقوم يقول نويت الصيام. صعبة دي، لكن في الصلاة سهلة، تنوي مع تكبيرة الإحرام ده سهل، مش كده برضو؟ لأن تكبيرة الإحرام أنت اللي بتحدد وقتها وبتحدد إيه زمانها وبتحدد استعدادها، فتقدر تأخرها شوية عن أول الوقت، تجيبها في وسط الوقت، تجيبها في آخر الوقت، تجيبها في أي وقت، مش كده برضو؟ لأنه واجب موسع، إنما الصوم واجب مضيق، لأنه لا يحتمل فعل مثله في نفس زمنه، إنما الصلاة تحتمل فعل مثلها في نفس زمنها، فتبقى اسمها واجب موسع، يعني تحتمل نفسها ومثلها. الظهر 4 ركعات، ممكن اصلي كام؟ 4 ركعات من الظهر للعصر، كتير قوي، مش كده برضو؟ يبقى يحتمل زيه ومثله في وقته، يبقى ليس مو واجب موسع، انما الواجب المضيق اللي هو الذي لا يحتمل مثله في وقته. ما ينفعش في رمضان اصوم مع رمضانين، ما ينفعش اصوم وانا بصوم رمضان في نفس اليوم اصوم مع نذر، ما ينفع، لان صيامي استغرق اليوم كله مش جزء من النهار، فهمت؟ يبقى ليس مو واجب مضيق. يبقى النية في الصوم الفريضة لابد من إيقاع النية في الليل، ويجب التعيين في صوم الفرض، لا وكمان يجب يبقى لا النية في الصوم ليها وقت واجبة فيه، وهي من غروب الشمس إلى طلوع إلى ما قبل طلوع الفجر بلحظة، دي زمانها، ويجب كمان تعيينها، لأن مقصود النية هو التمييز بين العادة والعبادة وبين درجات العبادة المتفاوتة، نافلة ولا فريضة، فريضة نذر ولا فرض على سائر المسلمين، ولا كفارة، ولا قضاء عن مما فاتني، كل دي أشياء تميز. الفعل تلاقيه واحد لكن النية تميزه، مش كده برضو؟ علشان كده قال لك إيه، ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، يعني تقول مثلا نويت صيام غدا من شهر رمضان هذا العام مثلا في قلبك، يبقى تحدد انها نية صيام رمضان، او تقول نويت صيام غدا كفارة، واخد بالك، ليميني، واخد بالك؟ ممكن اذا كان يمين ظهار فاحتاج اصوم 60 يوم، اذا كان يمين ولم استطع اطعام 10 مساكين او كسوتهم فيبقى حصوم 3 ايام ولا يشترط فيها التوالي، كويس؟ يبقى كرمضان. واكمل نية، نية صوم، ان يقول الشخص نويت صوم غدا عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، كويس؟ سهلة هي، نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. واحنا عند الشافعية كل يوم يفتقر لنية منفصلة، الشافعية رأيهم كده، ان كل يوم يفتقر لنية منفصلة، ما ينفعش تنوي الشهر كله بنية واحدة. الاحناف يجيزون ده، الاحناف ممكن تقول من اول لما يقول لك رؤية الهلال ان غدا رمضان، لك عند الاحناف ان تقول نويت صيام شهر رمضان هذا العام، وتنسحب هذه النية على كل الايام بعد ذلك، كويس؟ ده الاحناف رايهم كده. الشافعيه قال لهم لا، كل يوم عباده مستقله. الاحناف قالوا انت لا تنوي في الظهر في كل ركعه، انت تنوي في الركعه الاولى فتنسحب على الـ4 ركعات، مش كده؟ اما في رمضان لما تنوي كل يوم؟ فاذا نويت انسحب على سائر الايام قياسا على الصلاه. الشافعيه ردوا عليهم وقالوا هذا قياس مع الفارق، لأن الصلاة إذا بطلت ركعة بطلت الصلاة كلها، أما رمضان إذا بطل يوم لا يبطل ما سبقه، فدل على أن هذا قياس مع الفارق، وأن كل يوم عبادة مستقلة، وبمجموع العبادات المستقلة يتأتى فعل الشهر، فده خلاف مذهبي لا يفسد للود قضية. وكان أجدادنا مثلا، مش مشايخنا، أجدادي مثلا وأبائي كانوا يعملوا إيه عشان يخرجوا من المسألة دي؟ أول ما يجي رمضان بكرة يقول لك نويت صيام شهر رمضان هذا العام، عشان لو جاي يوم من الايام نام وما خدش باله يجدد النية، يبقى ينسحب عليه على الاحناف، وبعدين بعد كده ينوي مع كل افطار. كنا نسمع ابائنا كده، مع كل افطار يقول بسم الله اللهم ان لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الاجر، ان شاء الله نويت صيام غدا من شهر رمضان، وياكل كله مع بعضه كده. كانوا يعملوا كده ليه؟ علمونا كده ليه؟ لان ممكن انك تفطر، لأن أول ما غرب الشمس دخل وقت النية لليوم التالي،
فيقوم يقول دعاء الاذكار بتاعت الفطر ويروح لاضم فيها، لاضم فيها على طول النيه بتاع اليوم اللي بعده عشان ما ينساش يعني، عشان ما ينساش. يبقى الشافعيه يقولوا ان كل يوم يفتقر لنيه منفصله. والثاني اللي بعد النيه الامساك عن الاكل والشرب وان قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل نسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام. إذا أكل نسيا لم يفطر، طب أكل جاهلا مش نسيا وكان قريب عهد بالإسلام، يبقى نقول له ما تعملش كده تاني. لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، لكن طبعا الصورة دي مش موجودة. هذه الصورة الآن حتى غير المسلم عارف أن المسلمين ما بيأكلوش في رمضان، فمش هتلاقي هذا الإنسان إلا لو جبت واحد من أدغال أفريقيا ولم يحتك بالناس أصلا وبعدين جبته على طول دخل في الإسلام، فيبقى في يجي في شهر رمضان تلاقيه قاعد بيشرب طول النهار. ليه بتشرب؟ يقول لك أنا ما أعرفش، أنا بسلي صيامي. نقول له لا، ده كده غلط، ما يعملش كده تاني. طب واللي شربه؟ يبقى لا يفطر هذا اليوم لأنه نشأ في مكان بعيد عن العلماء، بعيد عن أهل الإسلام ولم يعرف ذلك. إنما أنت عارف مسيحيين مصر يعرف. أنا زي ما قلت لك الدور اللي فات أنا زرت رحت فرنسا في رمضان سنة حوالي 75 أو 76 في باريس، تقول لأي واحد فرنساوي وهو مسيحي ما يعرفش حاجة، جو في رمضان يبقى عارف على طول إنك لا تشرب ولا تاكل. وهو أصلا من احتكاكه بالمسلمين هناك، محتكين هناك بالمغاربه والجزائريين والتوانسه سنين طويله، فحافظين ان المسلمين ما ياكلوش خنزير وان ساعه ما يصوموا لا يشربوا ولا ياكلوا ولا حاجه خالص لحد ما يغرب الشمس. فبقت اصبحت الامر مشهور، اصبحت الامر مشهور والاحكام اشتهرت حتى عند غير المسلمين. كويس؟ لكن الناسي لو اكل ناسيا او شرب ناسيا عند الشافعية ليس عليه الإعادة وأن الله أطعمه وسقاه، وعند غيرهم بطل صومه وعليه الإعادة ولا إثم عليه للنسيان. بطل صومه وعليه الإعادة، ولكن في رمضان يمسك، يعني يستمر في فسده احتراما لليوم وحرمة اليوم، وعليه الإعادة. ده عند غير الشافعية. أما الشافعية فعندهم لا فرق بين الفرض وبين النفل في الأكل والشرب ناسيا، أنه لا يفسد الصوم طالما ناسي. واضح مذهب الشافعية، واضح في المسألة، لأن إن الله رفع تجاوز لي عن أمتي الخطأ، تجاوز لي لأجل النبي، يعني لأجل النبي، يعني دي بيبين لك كرامة النبي على ربه، من أجله غير الأحكام تيسيرا لأمته، من أجل النبي غير الأحكام تيسيرا لأمتي، لأن الله كان يؤاخذ الأمم السابقة بالنسيان. سيدنا آدم ما أكل من الشجرة وربنا أخذه ولا ما أخذوش؟ طب ما أكلها كان ناسي، فنسي ولم نجد له عذر، يعني لما أكل أكل ناسيا. فلو كان سيدنا آدم على شرعة سيدنا محمد كان براء ولا يخرج من الجنة ولا حاجة، لكن كانت شريعة سيدنا آدم كشرائع الأنبياء من بعده إلى أن جاء نبينا يؤاخذ بالنسيان. كويس؟ وعلشان كده ربنا اخذ سيدنا ادم باكل من الشجره برغم انه كان ناسي، فنسي ولم نجد له عزما. يبقى ربك قال كده لما كلكل ناسي ولم يكن عازما على الاكل متعمدا عليه مع تذكره انه منهي عن الاكل. فهمت؟ علشان جانب العصمه، ليراعي جانب العصمه لانه نبي، فازاي يعصى ويبقى معصوم في ان واحد؟ فايه؟ ففعلها ناسيا عشان يراعى العصمه بالنسيان، ويأكل في الصورة ليراعي المعصية في الصورة حتى يخرج من الجنة ويعرف أن إبليس عدو له، لأن خروجه من الجنة متوقف على امتداد ذريته وعلى ظهور سيدنا رسول الله اللي هو مراد الله من خلقه. لو ما خرجش من الجنة ما كانش هيظهر النبي ولا هيظهر أنبياء كتير، مش كده؟ كان ربنا قدر عليه أن يأكل فيخالف، في حين أنه هو خلقه لا يخالف لأنه نبي معصوم. فإن ربي لطيف لما يشاء، يوم ربنا يجعله على شريعة يؤاخذ فيها بالنسيان حتى يأكل ناسيا ولا يكون عاصيا متعمدا لأنه معصوم. شفت بقى إن ربي لطيف لما يشاء إزاي؟ فيبقى سيدنا آدم، وعلشان كده سيدنا آدم حج سيدنا موسى، قال أتعيرني بشيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟
دي حاجة ربنا كاتبها عليا، إن ربي لطيف لابد إن هاكل حاجة، فهمت؟ بس ده نبي ومعصوم، يوم يعني يوم ربنا ينسيه، يخلقه على هيئة تنسى، يخلقه على هيئة تنسى، ومش كده وبس، ده نسي واتغرب حلفان بحلف وقسم إبليس، وقسمهم إني لكم لمن الناصحين. فلما لقى إبليس بيحلف، تصور أن لا يوجد مخلوق يحلف كذب أصلا، يبقى عنده حسن نية وحسن ظن في إيه؟ في الخلق، وعنده تواضع. يبقى احنا عندنا ان الله تجاوز لاجل النبي، ان الله تجاوز لي لامتي عن الخطا والنسيان وما استكروا عليه. يبقى الناسي لا 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 يفطر لو اكل او شرب ناسي. والثالث، ثالث حاجه، الجماع عامدا، واما الجماع ناسيا فكالاكل ناسيا. دي حته شديده عند الشافعيين، يعني لو جامع زوجته ناسيا في نهار رمضان صح صومه، لانه قاسوا الجماع على الاكل والشرب. طبعا بقيه المذاهب ما يوافقوش، ما يجراش حاجه، ما لناش دعوه، احنا معانا حديث النبي. احنا معانا حديث النبي لما الشافعيه قابلوا ربهم قالوا يا رب احنا سيدنا الرسول الله قال لنا كده وانا كنت ناسي، يقول لك براءة عبدي، لان الله عند ظن العبد، مش كده برضه؟ فكالاكل ناسيا. طيب والرابع، تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. غيرنا قال لك لو كان القيء ولو زرعه يعني بغير تعمد وكان ملء الفم بطل صومه كالاحناف، لكن الشافعي عندهم لا، القيء لو كان ملء فمه وفم جيرانه طالما زرعه يعني غصب عنه لا يبطل صومه. كويس؟ طالما زرعه يعني غصب عنه. اما اذا تعمد هو القيء، كان وضع في يده مثلا ايه اصبعه او شيء في حلقه حتى يقيه، لانه اصله جت سحر فكل صينيه الكنافه كلها وشرب حله الخشاب كلها وكل 10 سلاطين زبادي، جاع الفجر مش قادر زي بوجي وطمطم بطنه وجعاه خالص فعايز يقي نفسه عشان يستريح، فقام قيئ نفسه يبقى بطل صومه. فهمت؟ لكن لو زرعه القيء خرج منه غصب عنه يبقى خلاص لا اثم عليه، لانه ده مكره، مش كده برضه؟ مكره، والمكره لا شيء عليه. هنقف عند والذي يفطر به الصائم 10 اشياء، دي نقراها يوم السبت القادم ان شاء الله. النهارده نقرا كلام الشيخ البيجوري على الجزء السابق من فرائض الصوم. قوله وفرائض الصوم 4 اشياء، اي اركانه 4 اشياء، لان النية والامساك عن المفطر ركنان كما مر. وقيد المصنف الامساك بقوله عن الاكل والشرب، فاحتاج لذكر الثالث وهو الجماع اي الامساك عنه، ولذكر الرابع وهو تعمد القيء اي الامساك عنه، وكان عليه ان يذكر الاستمناء اي الامساك عنه ايضا، ولعله لم يذكره لانه في معنى الجماع. يبقى لو خرج منه مني بحركة يده بطل صومه، ولكن بفكره لا يبطل صومه، بنظره لا يبطل صومه. كويس؟ ولعله لم يذكره لأنه في معنى الجماع، ولو أطلق الإمساك لاستغنى عن ذلك، لأنه بعمومه يشمل الإمساك عن الجماع وعن تعمد القيء وعن الاستمناء، وهذا كله على النسخة التي شرحها عليها الشارح. وقد شرح الشيخ الخطيب، الشيخ الخطيب في كتب الشافعية يبقى مين؟ يبقى الخطيب الشربين. والحافظ الخطيب في كتب العلماء الحديث يبقى الخطيب البغدادي. على طول تاخد بالك ان في كذا واحد خطيب، يعني مش في خطيب واحد، خطباء كتير، الاوقاف عندها خطباء كتير ولا لا؟ يبقى لازم تعرف ان في كل كتاب لما يقول لك الخطيب كل كتاب ليه الخطيب بتاعه. كتب الشافعية لما اقول الخطيب يبقى الخطيب الشربيني. كويس؟ وقد شرح الشيخ الخطيب على غير تلك النسخة مما نصه، وفرائض الصوم 4 اشياء، النية وتعيين النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء ومعرفة طرفي النهار، فجعل الاول النية كما هنا، وجعل الثاني تعيين النية، والثالث الامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء بجر الجماع،
عن الاكل والشرب والجماع، علشان تبقى معطوفه على الاكل والشرب يعني، بجر الجماع، وتعمد القيء لعطفهما على الاكل والشرب، وهو اظهر من صنيع شارحنا على النسخه التي وقعت له. شارحنا اللي هو مين؟ ابن قاسم الغزي. والرابع معرفة طرفي النهار، أي بأن يعرف أن أوله وقت طلوع الفجر وآخره وقت غروب الشمس ليتحقق إمساك جميع النهار. والظاهر أنه لو وافق إمساك جميع النهار بطرفيه وإن لم يعرف اسمهما صح صومه، ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب بأنه انفرد بهذا الرابع، وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه، ولو أكل معتقد الغروب فبان خلافه لازمه القضاء. والمراد بالفرائض على هذه النسخة ما لا بد منه لصحة الصوم، فيشمل الشرط لا خصوص الأركان. وأما على النسخة الأولى فالمراد بالفرائض الأركان. غاية الأمر أن المصنف سكت عن الصائم للعلم به، وعن الإمساك لأنه يستلزم الممسك، وقيد الإمساك بقوله عن الأكل والشرب لكثرتهما وغلبتهما، فلما قيد الإمساك بذلك احتاج لذكر الجماع وتعمد القيء متجوزا في ذلك، مع كون المراد الإمساك عن الجماع والإمساك عن تعمد القيء، فتدبر. طبعا قال هنا بعض المسائل، إن الإنسان لو ظن دخول المغرب فأكل ثم بان له أن المغرب لم يطلع لم يغرب بعد، بطل صومه عليه الإعادة، بطل صومه وعليه الإعادة. عشان كده الخطيب الشربيني قال إيه؟ ومعرفة طرفي النهار، ليخرج من إيه؟ من هذه الصورة. يخرج. يبقى أنت قبل ما تفطر لازم تتأكد إن غربت الشمس. طب افرض كان في غيم وبعدين نظرت للسماء لقيتها مظلمة فأفطرت، ظننت أن المغرب دخل فأفطرت، ثم انقشع الغيم فبنى أنك إيه؟ ما زالت الشمس طالعة ولم تغرب، بطل صومك في هذا اليوم وعليك الإعادة. واضح؟ سهلة؟ زي ما أحيانا مثلا يجي إيه مؤذن يؤذن قبل المغرب بلحظات عشان الساعة بتاعته مش مظبوطة، أنت أول ما تسمع يؤذن الله أكبر على طول قاعد قدام السفرة جاهز، رحت واكل على طول، ويعني بعد كده رحت فاتح التلفزيون ولا الراديو قال لك باقي على المغرب 5 دقائق، يا نهار اسود، يبقى باظ اليوم صح؟ تنزل تتخانق مع المؤذن، تنزل تتخانق مع المؤذن، يبقى يجب عليك انك انت، وعلشان كده المؤذنون الرسول قال عليهم ايه؟ انتم امناء الامه على فطرهم وسحورهم، قال للمؤذنون كده، انتم امناء الامه على فطرهم وسحورهم، فلازم تتحين بالذات في رمضان، بالذات في الايام اللي الناس بتحب تصوم فيها، تاخد بالك ان المغرب يبقى مغرب. مش مجرد انك انت بس الساعة بتاعتك اللي هي بايظة وكل يوم بتقدم تبص عليها كده وتفتح الميكروفون وشغال على طول، لا، ما هتلاقي الناس قاعدة في بيوتها تفطر، مش كده برضو؟ كنت حكيت لكم انا حكاية جدي حسن الله يرحمه، كان في اسكندرية شغال هناك في اسكندرية وليه جار كده، وكان في رمضان كل يوم جاره يقول له ايه حسن بيه حسن بيه افطر عادي خلاص، وبعدين فعلا يلاقي الكلام جاره ده صح، يجي يفتح الراديو يلاقي شغال الاذان، يجي يبص في الساعه يلاقي. ففي يوم كانت الدنيا مغيمه، فقام الراجل بيقول له يا حسن بيه يا حسن، راح هو كل حسن بيه، وبعدين بيقول له ما تفطرش، قال له يخرب بيتك. فالواحد ياخد باله من الحكايه دي، واحد ياخد باله، يعني لازم يتحرى يتاكد، يعني ما في ما لازم تتاكد، زي واحد مثلا صلى الظهر وبعد ما صلى الظهر اتضح ان لسه لم يؤذن عليه الاعاده، مش كده برضه؟ نفس الحكايه. وعشان كده ده اللي خلى الخطيب الشربيني يقول لك من ضمن اركان الصوم ايه؟ معرفه طرفي النهار، ده راي الخطيب الشربيني ليخرج من العهده دي. قول النيه، اي لقوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات، ولا بد من النيه لكل يوم، لان صوم كل يوم عباده مستقله، لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين كالصلاتين يتخللهما السلام. وعند الإمام مالك أنه يكفي نية صوم جميع الشهر في أول ليلة منه، وللشافعي تقليده في ذلك لئلا ينسى النية
في ليلة فيحتاج للقضاء. الملكية والأحناف عندهم كده كويس، فالحمد لله ربنا يسترهم، ستروا برضو الناس اللي هي ممكن ايه ينسى في أثناء رمضان انه يجدد النية كل يوم، يبقى ايه، يبقى نقول له خلاص صومك صحيح على مذهب المشي، انت نويت اول يوم انك هتصوم الشهر كله ما تعيدش، لانك انت عشان تأمره بالإعادة لازم يبقى صيامه باطل على جميع المذاهب، لكن اذا صح على مذهب خلاص. ولو أكل أو شرب خوفا من الجوع أو العطش نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، فإن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها كفى ذلك في النية لتضمنه قصد الصوم. يعني من ضمن النية إن ممكن أنت تقوم بالليل أنت ما كنتش ناوي على حاجة، تقوم تفتح التلاجة وعطشان بس الدنيا مظلمة والساعه بتاعتك مش معاك، تقوم تروح ما ترضاش تشرب، تروح قافل باب التلاجه وتقول لا الاحسن يكون الفجر ده. دي في حد ذاتها نيه. هذا الفعل نفسه الخاطر ده اللي منعك انك تاكل، لا احسن يكون الفجر ده، دي في حد ذاتها نيه. وبرضه لما تيجي تنام قبل ما تنام تروح تجيب الزبادي من عند البقال، المصريين ده لازم يجيبوا الزبادي والا لا يصح صومهم، فلازم يجيب الزبادي. فوانت نازل بعد صلاه التراويح طالع من المسجد تعدي على البقال تجيب الزبادي ومروح، مجيئك بالزبادي دي عاده انت مش بتعملها طول السنه، ده في رمضان بس، انت ما بتجيبش الزبادي ابدا طول السنه بالليل الا في رمضان، فكانك بتعد للسحور، يبقى ده في حد ذاته نيه. يعني مش شرط ان هي تلفظ، ممكن عمل معناه انك بتستعد للصوم، فاهم؟ فتاخد بالك من الحاجات دي. فهو بيدي لك الامثله دي للنيه، يعني مش شرط تبقى تلفظ او استحضار قلب متوجه للنيه ذاتها، بل ما يقتضي ان الصيام في ذهنك والاستعداد ليه في ذهنك، ده في حد ذاته نيه. قوله بالقلب، النيه بالقلب، فهو محلها المعتبر شرعا، ولا بد ان يستحضر حقيقه الصوم التي هي الامساك عن المفطر جميع النهار مع ما يجب فيه من كونه عن رمضان مثلا، ثم يقصد إيقاع هذا المستحضر، ولا تكفي النية باللسان دون القلب، ولا يشترط النطق بها قطعا كما قاله في الروضة، لكنه يندب عند الشافعية ليساعد اللسان القلب، وهي بدعة عند المالكية وسنة عند الشافعية. يعني التلفظ بالنية عند الشافعية مستحب، وعند المالكية بدعة مكروهة. واضح؟ خلاف في التصور ايه الاسباب. الشافعية عندهم ان المقاصد لها حكم، الوسائل لها حكم المقاصد. فاذا كان التلفظ بالنية باللسان يعين القلب فيبقى مقصد مطلوب شرعا، وهذه الوسيلة مطلوبة شرعا، مش كده برضه؟ يبقى الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فان كان النية مطلوبة وأن تلفظي باللسان يعني على أداء المطلوب فهو وسيلة لأداء المطلوب فيكون مستحب. يوم يقول لك بس النبي ما كانش بيتلفظ بالنية، نقول له لا، النبي تلفظ بالنية في بعض العبادات فدل على أنه يجوز في سائر العبادات. تلفظ بالنية في الحج، قال لبيك اللهم بحج لا رياء فيه ولا سمعة، بالنية باللسان كده وسمعه، والتلبية دي في الحج دي سنة، مش كده برضو؟ الإهلال بالحج سنة، قصدي نية، والنبي تلفظ به، مش كده؟ ما هو النبي حج على رحل رث، قطعة قطيفة رثة موضوع على الجمل، وركب عليها النبي وقال لبيك اللهم بحج لا رياء فيه ولا سمعة، فتلفظ بالنية. والحج عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. تلفظ فيها بالنية، يبقى تلفظ بالنية. فعل النبي هذا، فعل النبي هذا، يبقى خرجنا من اسم انها تكون بدعه لم يفعلها النبي اصلا، فهم؟ لانها وردت. طب ليه ما لم يفعل في الصلاه بالتلفظ باللسان؟ لتكررها ولاعتياده عليها، فمحتاجه تدريب. فالنبي مش محتاج بقى، لان الصلاه 5 مرات في اليوم طول النهار بيصلي صلى الله عليه وسلم، فخلاص بالنسبه له مجرد يرفع ايده كده بيوجه قلبه الى الله واكبر، سهل حاضر على طول. لو جاءت اجيال زينا كده مشوشه واصبح ان القلب مشغول في 100 شيء مشتت، يجي يرفع ايده كده الله اكبر يبقى قلبه غافل، لسه ما زال قلبه في العمل، في السوق، في البيت، في الدنيا، في المشاغل،
فيبقى ساعتها يعين القلب انه يستحضر بلسانه، يوم يقول نويت صلاة فرض كذا الله اكبر، عشان اللسان يعين. واضح؟ علشان كده الشافعية يقول لك انها مستحبة ولكنها غير واجب النطق اصلا به. قول فان كان الصوم فرضا الى اخره او نذرا يعني، فلا بد من ايقاع النية ليلا. واما ان كان نفلا فلا يشترط فيه التبييت. ايقاع النية ليلا يسموه تبييت النية، يسموه ايه؟ تبييت النية. واما ان كان نفلا فلا يشترط فيه التبييت، بل تصح نيته قبل الزوال ان لم يسبقها مناف للصوم على المعتمد، وقيل تكفي بعد الزوال. يعني في النفل تصح النية قبل الزوال. قبل الزوال يعني ايه؟ يعني من طلوع الفجر لحد قبل الظهر بتلت ساعة، وانا لسه مش ناوي صيام ولا حاجة، فبان لي كده ان انا لا جعان ولا حاجة، مصوم النهاردة، جيت كده على الساعة 10 الصبح 11 الصبح لقيت نفسي لا فطرت ولا شربت ولا عملت اي منافي للصوم منذ ايه خرج طلع الفجر. لكن ما ينفعش ابقى انا ايه بعد ما طلع الفجر كلت وشربت وبعدين اجي انوي قبل الزوال، ما ينفعش، لازم اكون ما عملتش منافي للصوم طول الفترة السابقة. فهمت؟ في الحالة دي ممكن، لان النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه كثيرا انه كان يأتي في الغداء الى بيوته التسع فيسأل عن طعام فلا يجد فينوي الصوم صلى الله عليه وسلم، كان متقللا زاهدا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يمر على بيوته يعني عارف في وقت الغداء، الغداء اللي هي اول اليوم يعني على الساعة 9، ما هو كان بيصلي الفجر ويمكث يذكر ربه في مصلاه، ويأتيه الناس اللي شاف رؤيا يقصها عليه، واللي عنده مريض النبي يجيبه للنبي يرقيه، واللي عنده حاجة يجي ياخد رأي النبي فيها، وبيقوم يصلي الضحى وبعدين كده ينصرف إلى بيته على الساعة 8 الصبح ولا 9، ده بعد صلاة الفجر كل يوم. فيقوم على ما يوصل بيته يكون جاع لأنه كان مقيم الليل، واخد بالك، بيصلي طول الليل وكده، ويجوع علشان ربنا أجاعه، لأن النبي كان بالله، كان كل أحواله بالله، كان إذا استشعر العبودية جاع، وإذا استشعر الربوبية يطعمه ربه ويسقيه، يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه فيواصل الليالي والأيام صلى الله عليه وسلم لا يحتاج. فكان بين القيام بحقوق الربوبية فكان يستغني عن كل شيء بربه، وبين القيام بحقوق العبودية فيشرب كما يشرب العبد وإيه ويأكل كما يأكل العبد كما قال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بالحقوق كلها في آن واحد في أحواله كلها صلى الله عليه وسلم، عشان كده ما فيش تناقض بين أنه يطعمه ربه ويسقيه وهو نائم وكان يواصل، وبين أنه يربط الحجر على بطنه وأنه يطلب الطعام ويجوع وهكذا. ليه؟ لأنه هو بين التحقق بالعبودية لأنه العبد الكامل، والعبد من صفاته العجز والجوع والضعف والافتقار والحاجة إلى ربه، ومن صفات الربوبية الاستغناء، مش كده برضه؟ فإذا تحقق وغلبته الربوبية استغنى بربه، وإذا غلبته العبودية افتقر إليه في كل لحظة وهكذا. يبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كتير يعمل الحكاية دي، يجي على الساعة 9 10 الصبح، هل من طعام؟ هل من غداء؟ لأن الصبح ده اسمه الغداء، وقت الصباح ده اسمه الغداء، خلافا للمصريين، المصريين يقول لك الغداء يعني اللي ياكله بعد ايه؟ بعد العصر، عشان يدخل يدخل وجبه زياده، مولاقين عايز ياكل زياده. هي اصلا الناس المسلمين طول عمرهم ياكلوا اول النهار وياكلوا اخر النهار، هي وجبتين وخلصنا، لكن احنا قاعدين طول النهار ناكل ونشرب. تصحى الصبح تفطر، وبعدين بعد الظهر او بعد العصر تتغدى، وبعدين تريح شويه، وبعدين تقوم قبل المغرب تشرب شاي وحته حلاوه أو حتة كيكة، وبعدين بعد كده تجيب أي حاجة تستلى فيها لحد ما العشاء يوضبوا، فطول النهار بقك شغال. إيه الحكاية دي؟ فما علشان كده انتشرت السمنة من ضمن إيه؟ من ضمن علامات قرب القيامة انتشار السمنة، السمن. وتلاقي فعلا دلوقتي بقت قضية السمنة المفرطة قضية مشهورة على مستوى الطب في العالم كله. عمليات السمنة المفرطة وتدبيس المعدة وتحويل المعدة موال، بالذات موجودة في أمريكا وأوروبا كتير وإيطاليا والبلاد دي،
لانهم قاعدين ياكلوا طول النهار، ويعمل لك السندوتش 7 طبقات وثلاث طبقات وكوكاكولا ميجا كوكاكولا وميجا ميجا وشغلانه بقى. واصبحت ايه يعني وحوش ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام، ونسال الله ان يهديهم فلا يكونوا مثوى للنار. لا ما ينفعش طالما فعل منافيا. خلاص بس هو فعل منافي، طالما هو ناوي حقه قبل ما يشرب يتحقق. النهارده يوم ايه يا جماعه؟ يبص في النتيجه، يسال، يقرا الجورنال كده علشان يبقى كده. فلو ايه طلع 13 وكان ناوي يصومه وكان قد شرب، يعمل ايه؟ يصوم تاني يوم، يصوم 14 و15 و16، مفيش حاجه. ما هي اصلا 3 ايام من كل شهر. لو لم تدرك القمريه فلا باس اي من 3 ايام. كان النبي وارد الحديث اليوم الاول واليوم الوسط واليوم الاخير، ادي 3 ايام ممكن تعملهم كده. اي ما احنا عند الشافعيه ما تبطلش خالص، لا فرق بين النافله والفريضه عند الشافعيه. بعض المذاهب الثانية ميزت بين النافلة والفريضة في النسيان في الأكل والشرب، لكن احنا عندنا لا، طالما ناسي خلاص مفيش مشكلة. ده لو اتكلم جوه الصلاة وهو ناسي لا تبطل صلاة عند الشافعي. شوف الكلام، طالما ناسي. يعني انا بصلي اهو قاعد وانا من عادتي في الصلاة، يعني انا مثلا ساعات اصلي النوافل بتاعتي وانا سايق العربية، ابقى سايق العربيه وشغال في النوافل بتاعتي، ما انا مش فاضي، ما بفضاش ان انا اصليها في البيت، بترسى ان انا مش هصلي نوافل خالص، فبصلي كده النوافل. فمره بصلي انا وقاعد بقى سايق العربيه كده، فواحد كسر عليا، قلت له يا شيخ انا افتكرت ان انا بصلي، كملت الصلاه وانا ناسي، اتكلمت ناسي فلم تبطل. كويس. وبركه انك تسوق وتصلي وانت سايق. كنت مره ايه عاملين لجنه وبياخدوا الرخص، انا رخصي سليمه وكل حاجه الحمد لله، لكن ايه في الرخص؟ المهم انا كنت بقى في عز الصلاه والراجل بيوقف، قلت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، انا بكمل صلاتي بقى مش عايز اقطعها. فقال لي طب امشي امشي متاسف امشي. صعبت عليه. فدي برضه من بركات ايه انك تصلي وانت في العربيه، عشان لو خالفت المرور تعدي لحسن، بعد كده هيحبسوك القانون الجديد المخالفات، وبعدين هنيجي نزورك ونجيب لك عيش وحلاوه ما تقلقش. ها؟ ما هو احنا صلاة النافلة وأنت مسافر على الرحل قبلتك هي جهتك، جهة سفرك، مش كده برضه؟ طيب بس. لكن هو الجديد هل داخل القاهرة ده يعتبر سفر أم لا؟ ما أنت تعتبر مقيم. عند كثير من الشافعية كالاستخري من أصحاب الوجوه، وكذلك بعض الحنابلة، وكذلك بعض الشافعية، وكذلك سيدنا أبي أيوب الأنصاري، كل دول بيعتبروا وأنت ماشي جوه المدينة مسافر برك، فلك أن تصلي النوافل. فأنا ماشي على مذهب بقلدهم، أعمل إيه؟ أنا كانت بترسي عليا إن أنا يمر عليا اليوم كله ما بصليش سنن خالص، أصلي الفريضة وأنا في المستشفى، مش معقول حاول أصلي السنن والعمليات شغالة أو العيادة والعيانين. اجي العصر اصلي ومش عارف بيوضبوا عيان ايه، علشان اجي اصلي المغرب والاقي التليفونات جت لحد العشاء، اروح اصلي العشاء واجل الوتر على ما اجي البيت اكون ميت مش قادر حتى اصلي الوتر، هيغمى علي، اروح نايم اقول اصلي قبل الفجر، الاقي اصحى الصبح الاقي الفجر جدا ضاع علي حتى الوتر. بتحصل ساعات كده، الواحد يبقى يومه متدربك على بعض. فلما مشيت على مذهب الامام الاستخري جزاه الله عنا خير فبقيت حلو، واخد بالك؟ للمشغول قوي يعني، اذا كنت مشغول، انما مش مشغول يبقى الاحسن خروجا من الخلاف يبقى اصلي ايه كالمعتاد. لا ما انت اصل جهتك تكون جهه ايه قبلتك وانت بتصلي نافله وراكب، هي جهتك اللي ماشي فيها هي دي قبلتك. حتى في تكبيرة الاحرام. سهله وايماء وكده وكلها. طبعا لو انت مسافر لك ان تفعل ذلك في النوافل طبعا بلا باجماع المسلمين. طالما مسافر سفر قصر. طالما مسافر سفر قصر. ولو كان سفر غير قصر. يعني مسافر مثلا من هنا الحلوان وده سفريه بسيطه تعتبر مش قصر ولا حاجه. لك ان تفعل ذلك على مذاهب كثير من الشافعيه. واخد بالك ازاي؟
يعني يجوز التنفل راكبا في السفر القصير عند الشافعي الذي لا تقصر فيه الصلاة. انت دلوقتي لما تحسب ان المدن اتسعت، واخد بالك، وبقت دخلت في بعضها، فاللي ماشي في مصر من الجيزة لحد مصر الجديدة ده مسافر، ده يعتبر سفر، ده انت بتمشي 15 كيلو، مش كده برضو؟ تعتبر مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر. يبقى يصح على كل من اجاز هذا. طبعا العلماء قالوا اذا امتد العمران صار حكمها حكم المدينة الواحدة، ده بس علشان موضوع التحقق من القصر والجمع في الصلوات الفرائض، مش علشان يمنعك من صلاة النافلة، ده عشان تتحقق من القصر والايه والجمع للفرائض، ان لما تخرج عن العمران فين. فيعني الخلاصة انك لو تكلمت ناسيا في الصلاة او غلب عليك، زي كانت ليا عمة الله يرحمها كانت ركبها توجعها وهي جوه الصلاة وهي قايمة تقول اه يا ركبي، بسم الله الرحمن الرحيم، كل ركعة تقول اه يا ركبي. يا ستي كده ما ينفعش، تقول ده غصب عني، يعني يغلبها الكلام، يطلع منها يغلبها خلاص، تقول اه يا ركبي ما يجراش حاجة. فهمت؟ تيسيرا على الناس يعني، مش معنى كده انت تقول بقى اه يا ركبي واه يا ظهري ها؟ طالما ناسي او غلبته ما فيش، لا لا طبعا. زي انت واقف تصلي كده والتليفون بيرن يرن 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 يرن، فانت نسيت انك بتصلي، حد يرد على التليفون، استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان، كمل صلاه، واخد بالك ليه؟ لان غلبتك، وربنا مطلع بقى انك انت اتغلبت ولا ما اتغلبتش. لو كنت بقى فاكر وكلم يبقى بطلت. فيها تفاصيل كتير انت مدرك بقى، انت بقى تراقب نفسك انت بينك وبين ربك. فالمهم بيقول اما ان كان نفلا، يعني ان كان الصوم نفلا فلا يشترط فيه التبييت بل تصح نيته قبل الزوال ان لم يسبقها بالشرط ده، ان لم يسبقها مناف للصوم. دي مهمة دي. على المعتمد، وقيل تكفي بعد الزوال. في ايه وجه مقابل للمعتمد؟ قال لك حتى بعد الزوال طالما ما عملتش منافق. كويس. وقيل تكفي وان سبقها مناف، وده ضعيف جدا، قال لك حتى لو شرب طالما ما كانش عازم فعزم تكفي وان سبقها ايه مناف، وده الدليل ليس معه ابدا. وقيل تكفي بعد الزوال وسكت بقى، يعني مطلق مفتوح طالما ما عملتش اي منافي لحد ما العصر يد ايه نسيان ده، على غير المعتمد ده. فاحنا نحن لا ننصح به، احنا الفتوى على المعتمد تكون قبل الزواج، دي الفتوى على المعتمد. واعلم ان الفرض يحرم قطعه صوما كان او غيره. طبعا يحرم انك انت بعد ما تلبست بالفرض انك تقطعه بلا عذر، صوما كان او غيره، يعني اي فرض، فرض صلاه ما تقطعهاش طالما ايه دخلت فيه، يحرم انك تقطعها. دخلت في صيام فريضه يحرم انك انت تنقضه، يجب عليك اتمام. كويس. لكن عندنا في النافله لك ان تقطعها في اي وقت، لان المرء المتنفل امير نفسه، مش كده برضه؟ النافل امير نفسه وليس عليه الاعاده، خلافا لغيرنا. غيرنا يقول لك لو شرع في الصوم النافلة وجب عليه الإتمام، فإن أفطر وجب عليه الإعادة، كالأحناف والمالكية. الشافعي عندهم لا، لا يجب عليه الإتمام المتنفل، وإن أفطر لا يجب، أو إيه نقض عبادته لا يجب عليه إعادته. واضح؟ سهلة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرة طلب من ستنا عائشة إفطار صباحا في أول يوم غداء، يعني قال هل عندك من طعام؟ قالت ليس عندنا شيء. فنوى الصوم، فقالت يا رسول الله أهدي إلينا هدية هذا اليوم، فقال هاتيها، فأكل بعد ما نوى الصوم فأكل. الحديث رواه الترمذي في الشمائل وغيره. فبيقول هنا واعلم أن الفرض يحرم قطعه صوما كان او غيره، والنفل لا يحرم قطعه صوما كان او غيره. الا ايه هو النفل بقى اللي واجب الاستمرار فيه؟
الحج والعمرة. يبقى الحج والعمرة لأن ده إحرام، ما تعرفش تخرج من الإحرام إلا بإتمام النسك، مش كده؟ برضه يحرم الخروج من الإحرام إلا بإتمام النسك. يبقى لو كان حج نافلة أو عمرة نافلة وجب إتمامها ويحرم قطعها، كويس؟ أما غير الحج والعمرة في النافلة فلك أن تقطعها في أي وقت شئت، وليس عليك الإعادة. وكذلك فرض الكفاية، قايم أنت ببعض فرائض الكفايات، فيجوز قطعه إلا إن تعين، زي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة أنت بتصلي جنازة وراكن العربية بتاعتك، سمعت الونش اللي بيشيل العربيات، والراجل لسه قاعد إيه يا دوب مكبر التكبيرة الأولانية، وأنت عربيتك تحت قدام الونش عايز تلحقه يشيلها، فاهم؟ أو حد نادى عليك، حد نادى عليك بإيه؟ بفزع يعني، حاسس إنه محتاجك بسرعة، لك أن تقطعها لأن في غيرك قايم بيه، في غيرك قايم بيها، ولا إثم عليك في فرض الكفاية كصلاة الجنازة، واخد بالك؟ وكالحضور في المسجد لصلاة الجماعة، ده فرض كفاية على وجه عندنا عند الشافعية. فافرض انت دخلت المسجد وفتحت المسجد وأذنت للظهر، وبعدين بصيت لقيت واحد بينادي عليك بفزع او حد محتاجك في البيت، يبقى ما لك ان تقطع حضورك الجماعة وتصليها منفرد، ولان هي على الكفاية، وبعدين تروح او تأجل الصلاة خالص لان هي واجب موسع وتشوفهم عايزين ايه، وبعدين وهكذا. سهلة الحاجات دي؟ يبقى وكذلك فرض الكفاية فيجوز قطعه إلا إن تعين. تعين يعني أنا الوحيد اللي بصلي الجنازة على الميت ده، أنا الوحيد، فصار متعينا علي إن أنا أتمها، فما ينفعش أقطعها، مش كده برضو؟ إنما ما يبقى في غيري معايا يبقى إيه؟ فرض كفاية على الجميع، واضح؟ أو كان حجا أو عمرة كذلك. لأن الحج والعمرة يتصور أن يكون فرض كفاية إمتى؟ لو امتنع المسلمون عن الحج مطلقا وجب في كل موسم على الكفاية مجموعة تروح تحج، ولو اتنين تلاتة، شوف قد إيه، بس عشان يزيلوا الإثم عن جميع الأمة التي نقصت عن الحج، واضح؟ يبقى دي الحج واجب على طائفة من الأمة ولو سبق لها الحج. أنت حج إذا امتنع الناس عن الحج حتى لا يخلو الموسم من حاج، واضح؟ ليس مو فرض كفاية. أو كان حجا أو عمرة. ومن أفطر في الفرض متعمدا وجب عليه القضاء فورا، ويجب عليه أيضا الإمساك في رمضان دون غيره. رمضان فيه لازم حرمة اليوم نفسه، حتى لو افطرت متعمد وجب عليك الامساك بقيه اليوم احتراما لليوم، وعليك القضاء فورا يعني بعد يوم الفطر، كويس؟ ومن افطر في الفرض متعمدا وجب عليه القضاء فورا، ويجب عليه ايضا الامساك في رمضان دون غيره، لانه من خصوصيات رمضان لحرمه الوقت، حتى لدرجه ان نصه لو زارك غير مسلم في نهار رمضان تأثم لو قدمت له الضيافة، تأثم ليه؟ لأن حرمة الوقت، لحرمة الوقت. عشان كده ايه بعض الناس لما شافوا شيخ الأزهر بيستقبل وفد السنة اللي فاتت أجنبي يعني، وكان في رمضان وجايبين الصورة في التلفزيون ومقدم لهم حاجات ساقعة ومية في نهار رمضان في مكتبه، فكثير من المسلمين انتقدوا هذا الموقف، واخد بالك؟ كان لا يصح، عايز يكرمهم يبقى يعزمهم بعد المغرب، واخد بالك ليه؟ علشان لازم يعرفهم ان له حرمة، هذا الزمان له حرمة عند المسلمين. لكن يمكن شيخ الازهر عنده مذهب بقى يجيد له هذا، لانه راجل مطلع طبعا، شيخ الازهر بقى وعارف، ويمكن عنده مذاهب كتيرة، فاخذ بايه برأي من يجيز هذا. لكن هذا الذي يجيز لا نعلمه انا يعني، على حسب علمي لا اعلمه، لكن ربما يبقى لا يخلو، يمكن الكتب فيها مذاهب كثيرة يعني، على الأقل في 300 مذهب معتبر، لكن اللي دون أربعة، اللي دون واشتهر أربعة اللي بيدرسوا، وإحنا نقول إن يمكن في مذهب ليه؟ لأن مطلوب إننا نحسن الظن بعلمائنا، مش مطلوب إننا نسيء الظن بهم. من أدب المسلم إنه يحسن الظن برموز الإسلام،
علماء الدين، المفتي، شيخ الجامع، الراجل اللي لابس الجبه والقفطان، خريج الازهر، لازم احسن الظن بيه. حافظ القران، يبقى مطلوب ان انا احسن الظن بيه، مش مجرد ان انا اقعد لهم بالمرصاد كده واول ما اشوف اي تصرف اقول شوف علماء سلطه. ما يصحش. اللي نشر هذا في هذا الزمان فكر الخوارج، لان فكر الخوارج لا يحب العمل في الجماعه، ولا يحترم حاكم، ولا يحترم عالم، ولا يحترم حد، فكر الخوارج. اما نحن فنحترم علمائنا ونلتمس لهم الاعذار وندعو لهم في صلواتنا، ونحترم حكامنا ولا نخرج عن طاعتهم ولو كانوا ظلمه. لان الحاكم الظالم لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان عادلا يا رسول الله فلا نخرج عليه، فما باله ان كان ظالما؟ ليه يا رسول الله قلت لنا ما نخرجش عليه؟ يقول عليكم بالسمع والطاعه. ولو كان ظالما جائرا. فاستعجبوا في احاديث اخر الزمان، قال سترون بعد اختلافا كثيرا، فقال عليكم بالسمع والطاعه. ولو كان ظالم، ولو كان ظالم. قالوا ليه يا رسول الله ظالم؟ قال يقيم اسواقكم وتامن في طرقكم وتستقر اموالكم. لان وجود حاكم بيخلي في نظام، وطالما في نظام تلاقي المشاريع شغاله والتجاره شغاله والاسواق مفتوحه والناس ماشيه في امان، حتى ولو كان الحاكم ظالم. لكن لو ما فيش حاكم بقى خالص وخرجنا على النظام، بقت فوضى، لا تعرف تخرج ولا تعرف تسيب بيتك ولا تعرف، خلاص بقت فوضى. ولك ان تنظر للعراق اثناء وجود صدام وهو كان حاكم ظالم، وبعد صدام الان، فتجد ان الحاكم الظالم وجوده اهون من عدم وجوده اصلا. فهمت بقى ازاي؟ لكن هذا الفكر والفهم مش منتشر بين العاملين في مجال الدعوه الان. اللي منتشر الفقه الانقلابي، والفقه الخروج عن طاعه الحاكم، وفقه اتهام العلماء بانهم حكام علماء سلطه. هذا الفكر اصلا فكر وهابي انتشر في الامه، وهو اصلا فكر خارجي، اللي هو اصلا اول ما نشا في الامه نشا لما خرجوا على سيدنا علي، وابتدوا بقى يناهضوه، وابتدوا ما يحترموش علماء الامه اللي هم الصحابه، ومش كده وبس، ده يكفروهم كمان، وبعدين يطلعوا الشعار بتاعهم ان الحكم الا لله، زي الاسلام هو الحل. نفس الشعارات هي هي، الشعارات هي هي، شعار صحيح يتفق عليه كل الناس، لكن يراد به باطل، وهو انتشار الهرج وانتشار الفوضى. وعلشان كده سيدنا علي اما قالوا كده قال لهم كلمة حق يراد بها باطل، هي كلمة حق لكن يراد بها باطل. ايه هو الباطل؟ الخروج عن النظام، الخروج عن النظام العام، الخروج عن اللجوء الى الفوضى، والفوضى غير مطلوبة. فهمت بقى؟ ادي المسألة. لكن الحاكم ننصحه، ولكن لا نخرج عنه ولا عن طاعته، ننصحه ونعينه على على ما كان فيه طاعة، وننصحه في ما كان فيه معصية، وندعو له ان ربنا يصلحه. شفت قد ايه؟ ادي كل الحكاية. لكن ما نعينوش على ظلمه، لكن في نفس الوقت لا نعين عليه غيره، والا بقت فوضى، ده يقتل ده وده يقتل ده، وده يفجر هنا وده يفجر هنا، واصبح المسلمين بعد كده دمائهم بقت رخيصه. من باب ارتكاب اخف الضررين، يعني الحاكم الظالم اخف ضررا من لا حاكم او تعدد الحكام. من باب ارتكاب اخف الضررين، قاعده عند الشرع، مش كده برضه؟ غلط طبعا، لأنه ده يؤدي إلى خسائر فادحة على مستوى الدولة، وبالتالي يؤدي إلى خسارة في الاقتصاد العام، والاقتصاد العام ده ملك كل المسلمين، فيدخل فيه أكل أموال اليتامى بالباطل، وأكل أموال المسلمين بالباطل. يعني أنا لما أكون متسبب في خسارة المال العام، المال العام ده مش كل واحد فينا ليه نصيب فيه؟ وفي في مصر كام يتيم؟ وفي في مصر كام أرملة؟ وكم مسكين وكم فقير؟ يبقى انا ضريت هؤلاء جميعا، مش كده برضو؟ يبقى هذا الاضرار العام ده كله لا يجيزه الاسلام. دي بدع احنا استوردناها من اوروبا ومن امريكا، واخد؟ دي بدع، لحكايه الاضراب والايقاف عن العمل والمسيرات مش عارف ايه والمظاهرات ايه، واكسر الاتوبيس واحرق الكاوتش واعمل مش عارف. كل الحاجات دي ما يعرفهاش المسلمين، المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي. ويجب عليه أيضا الإمساك في رمضان دون غيره، لأنه من خصوصيات رمضان لحرمة الوقت. قول كرمضان أي كصوم رمضان، وسمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها،
ده سبب التسمية، ويذهبها أو لمصادفة مشروعية وقت الرمضاء أي شدة الحر. رمضان الوقت قاعد يجي لنا إيه في الحر الشديد، هيبقى رمضان بحق اسم على مسمى مش كده برضو؟ واعلم أن رمضان أفضل الشهور، يلي إيه ثم شهر الله المحرم، يلي إيه ثم رجب، يلي إيه ثم ذو الحجة، يلي إيه ذو القعدة، ثم شعبان، ثم باقي الشهور. فاحنا في رجب ثالث شهر مفضل، خد بالك، تاخد بالك من هذا الشهر ايه المحرم رجب الاصم، ثم باقي الشهور. ومقتضى ذلك ان العشر الاخير من رمضان افضل من عشر ذي الحجه، لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: ما من ايام العمل فيها احب الى الله تعالى من عشر ذي الحجه. واجيب بان افضليه عشر ذي الحجه من جهه مخصوصه، وهي اشتمالي على يوم عرفه ويوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله حرمة، فلا ينافي أفضلية العشر الأخير من رمضان لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقوله يعني إذا انفكت الجهة انفكت المسألة مش كده برضو؟ فهنا انفكت الجهة، يعني العشر ذو الحجة أفضل من عشر رمضان لو خلت من ليلة القدر، لكن الاندراج ليلة القدر فيها هي خير من ألف شهر، رجحت كفة العشر الأواخر من رمضان. فهمت برضه؟ واخد بالك؟ وقول أو نذرا أو أي كفارة، أي أو كفارة أو قضاء كما أشار إلى ذلك، أمثلة يعني لصيام الفريضة غير رمضان، الكفارة والنذر والقضاء، وكذلك ما وجب بأمر الإمام في الاستسقاء. إحنا عارفين في صلاة الاستسقاء لما قرأناها إن يستحسن للإمام يأمر المسلمين قبلها أن يصوموا ثلاثة أيام ثم يخرجوا بعدها يصلوا الاستسقاء، فأمر الإمام بالصيام يجعل هذا الصيام واجب يوجبه على الناس، كويس؟ ويبقى هذا الصيام يجب فيه التبييت اللي هو قبل صلاة الاستسقاء، وكذلك ما وجب بأمر الإمام في الاستسقاء ولا بد من التبييت في ذلك وإن كان الصائم صبيا نظرا لذات الصوم، وإن كان صومه نفلا فلا يصح صومه إلا بالتبييت. طب افرض الإمام قال لك صوموا ثلاث أيام عشان نصلي الاستسقاء، وافقت الثلاث أيام دي ثلاث أيام قمرية أنت متعود بتصومهم نفلة أصلا، يبقى وجب في الحالة دي في حقك التبييت لأنها صارت إيه؟ واجب، اللي أنت كنت بتعملها نافلة صارت واجبة بأمر الإمام. فهمت بقى؟ وليس لنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا، وده سؤال شفوي كانوا يحبوا يسألوه زمان، ما هو صيام النفل الذي يجب فيه التبييت عند الشافعية عشان تقول له الصورة دي؟ ما يجوز، ما فيش صورة تانية، كويس؟ قوله فلا بد من إيقاع النية ليلا، يعني التبييت معناه إيه؟ إيقاع النية ليلا، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. والتبييت تعريفه ايه؟ ايقاع النية ليلا في اي جزء منه من غروب الشمس الى طلوع الفجر، فلا يشترط فيه النصف الاخير من الليل. وعلم من ذلك انه لو قارنت النية الفجر لم يصح صوم لعدم التبييت، ولا يضر الاكل والشرب والجماع بعدها، ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، وكذلك الجنون والسكر والإغماء، يعني لا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، أي أنه لو قرنت النية الفجر لم يصح صومه لعدم التبييت، ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم، فلا يجب تجديدها إذا نام بعدها. يعني إيه؟ لو أنا نويت الصوم بعد غروب الشمس علشان اصوم اليوم اللي بعده، ما يضرش ان انا بعد النيه دي ان انا اكل واشرب واتسحر ويجامع زوجته وكل حاجه، ما يضرش بعد النيه دي، فاهم؟ لان هي تقع في اي جزء من الليل، واضح؟ ده احسن تقول انا حنوي بقى، ولما يطلع النهار تفهم من كلام الشيخ كده ان لا يضر الاكل والشرب يعني في النهار، لا ده بعد النيه في جزء من الليل، خد بالك لحسن تقرا كلام الشيخ غلط تحتبحنا في رمضان. طيب، ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، يعني بعد إيقاع النية في جزء من الليل يعني، فهمت؟ وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم،
فلا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا، ويضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. يضر ان انا ارفض، يجي في بالي كده بالليل اصوم بكره ولا مش هصوم، هنا يضر. لكن في اثناء النهار بعد ما صمت جيت على صلاه الظهر كده، يا الجو حر قوي، انا هقدر اكمل ولا مش هكمل؟ شكلي كده مش هكمل، اما اجيب حاجه ساقعه، نروح اشتري حاجه ساقعه، اجيب الحاجه الساقعه، امين يجي يفتح. لا ما يصحش، كمل، يبقى واخد حاجه صح حطيتها في جيبه وحطيتها في الثلاجه، ما يضرش، مع انه قطعها لحظه، قطع النيه لحظه، لكن ما عملش، فهمت؟ يبقى صومه صحيح. واضح؟ فهمت السور دي؟ رمضان وغير رمضان تصوموا مطلقا. ما حدش قال ان صيام الفريضه احكامه مختلفه عن صيام النافله الا في التبييض بس، لكن في التفاصيل كل واحد. وانت في صيام النافله ينفع تجامع يعني في نهارها؟ فعلا. ينفع تاكل وتشرب في النافله؟ ما ينفعش. فاحكامها زيها. فهمت ازاي؟ من حيث تفاصيل كيفيه الصوم هو واحد. ويضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا، واما الردة فتضر ليلا ونهارا. ارتد بالليل فما ينفعش، لا تصح منه نية وهو مرتد. كويس؟ طيب ارتد في اثناء النهار، ما هو دلوقتي الرسول قايل كده، احنا بقينا في زمن يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، مش كده برضه؟ وارد في زماننا ده. تبقى قاعد كده اهو وانت صايم الحمد لله وكل حاجه، فتحت الفضائيات. واحد لقيته بيقول كلام متعلق بالنبي فيه انتقاص وانت اقتنعت به، كفرت، صار كافرا، خلاص ارتد، هو صايم كده بطل صومه. يبقى لما يجي واحد ينتقص النبي وانت تقتنع بكلامه كفرت، لان انتقاص النبي كفر. والوقت تلاقي في الفضائيات كتير كلام شغال عشان يصدق كلام النبي ان الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافر. قاعد كده تفتح الفضائيات وانت راجل صايم حلو الحمد لله، قال لك يا جماعة السنة فيها الموضوع وفيها الضعيف وفيها مش عارف ايه، احنا علينا بالقرآن بس. تقول والله يا راجل ده كلام وجيه، فبقيت قرآني، كفرت. من قال بالقرآن دون السنة كفر. شفت ازاي ان ممكن الواحد يرتد وهو مش واخد باله؟ في برنامج تلفزيوني وهو قاعد شاتن كده بيتناقش مع واحد تاني، فبيتبادلوا الاخبار، فقام راح قايل كلمة فيها كفر، بقى مرتد. شفت بقى يا سيدي المشكلة اللي احنا واقعين فيها. وصدق رسول الله ان يأتي الزمان فتن يكون الرجل مؤمنا يصبح مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. سهلة الحاجات دي، خد بالك منها، خد بالك منها. ممكن تتفرج على قناة الناس تلاقيهم بيقولوا حاجة متعلقة بانتقاص النبي وتقتنع انها صحيحة، يكفروك وانت قاعد. شفت بقى دي اللي بيحصل. زي ايه؟ كانوا مستضيفين شيخ اسمه خالد الجندي في برنامج البيت بيتك، بيسأله بيقول له وايه رأيك في الفتاوى العجيبة لحكاية اللي يشربوا بول النبي ويقولوا على بول النبي طاهر؟ يقول له لا، بول النبي نجس قطعا، من قال ان بول النبي نجس قطعا وانتقص النبي كفر. لا، ويقول قطعا كافر. تصدق بقى؟ لان نسبة النجاسة للنبي لا يلتقيان يعني النبي مع النجاسة ابدا اصلا. شوف قد ايه الحكاية، حاجات بسيطة لكنها تودي في داهية. لا، يقول له ايه؟ ولو لم يكن نجسا لما كان يستبرئ منه؟ هو انا كوني اغسل نفسي من حاجه معناها الحاجه دي نجسه؟ طب ما انا بغسل نفسي من زفاره الاكل والاكل نجس؟ لانها مستقذره بالنسبه له بس. او ان هو يستنجي منه ليعلم امته وهو لا يحتاج لاستنجاء. مش تحتمل كل هذا؟ تحتمل كل هذا. فطالما تحتمل كل هذا ازاي استنتج منها؟ يبقى حتى الاستنتاج بتاعهم جهل، عين الجهل. واضح؟ إذا كنا احنا بنقول إن بعض الدواب مأكولة اللحم بولها طاهر، فمستبعد هذا في حق النبي؟ والنبي فوق كل الخلق. إذا كان الملكية بيقولوا بول مأكول اللحم طاهر، بول مأكول اللحم طاهر عند الملكية، يبقى أعزكم الله إذا كان الجمل بوله طاهر عند الملكية، يبقى بنستعجب إن بول النبي نوع عليه طاهر؟ فين النبي بقى وفين الحاجات دي؟
عشان تعرف انهم جهله. فالراجل كفر في لحظه وهو قاعد كده عادي، والتاني محمود سعد يؤيده كفر، والمتفرجين كفروا اللي بيؤيدوه في لحظه. عرفت بقى ازاي ان الرجل ممكن يصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي فهمت ازاي؟ عشان تعرف ان كلام النبي دقيق، كلام النبي دقيق. فتاخد بالك ان كلام النبي معمول به الان، وصدق رسول الله ان الناس الوقت في فتن كقطع الليل كاعواد الحصير، في كل لحظه بتعرض على القلوب، بتعرض على القلوب في كل لحظه. فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، ابيض مثل الصفا واسود مرباد. فهمت بقى يا سيدي؟ فاحذر السماع مثل هذه البرامج وحذرك منها. يعني لو قاعد بتتفرج على فيلم احسن من انك تتفرج على واحد بيتكلم على الدين من هؤلاء الناس. اما تتفرج على فيلم اسماعيل ياسين هو مش هيكفرك، هيضحكك وخلاص، وحرام التمثيل انا معاك لكنه ما يكفرش، التمثيل حرام لكن ما يكفرش، لكن كلام الناس دي كفر. شوف قد ايه بقى. يعني لو انت متسلسل قدام المسلسل اهون حالا، وانت بتتفرج على برنامج زي ده وقاعد يقول كلام كفر ويدخل عقلك. شوف شوف الخطوره بس، انا عايز بس اعيشك خطوره الموقف اللي احنا فيه بس، والله تعالى اعلى واعلم. ها؟ لا، الفرجه على التمثيل حرام، حرام التمثيل حرام قطعا، واشد حرمه تمثيل المسلسلات الدينيه، لانها فيها مع حرمه التمثيل والاختلاط بالنساء والرجال والتشبه بالنساء والرجال اللي هي كلها محرمات، اللي هي مقتضيات التمثيل، راجل يلبس ست وست تلبس راجل، وخلط الرجل بامراه ويضع يده عليها ويقبلها، وكل دي كل دي حاجات محرمات في محرمات، ويلبسوا الباروكه فيها وصل وفيها غيره، واظهار الفتن وإظهار، كل دي محرمات مركبه من محرمات. فالتمثيل نفسه مركب من محرمات مع بعضها على بعض، صح؟ واذا كانت بقى مسلسل تاريخي بيمثل امام من ائمه المسلمين ازداد حرمه، لانه صار غيبه لهذا الامام، صار غيبه. ما هو محاكاه المسلم غيبه، محاكاته يعني تقلده غيبه، انك تتكلم على لسانه، انك انت تتمثل اسمه وتتمثل حركاته وتلبس زيه. ما هو المحرم يبقى مشاهدته حرام برضه، لكن حرمتها اخف من مشاهده الفضائيات اللي بتتكلم على الدين غلط. ما هو الحرام اصله متفاوت، فهمت؟ فيعني لو كان لابد هتتفرج فاتفرج على العك ده، ما تتفرجش على اللي بيقول لك بول النبي نجس. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. لكن هذا غايب على ذهن الناس. لا، ده يقول لك لا البرنامج جيني. طب اتفرج يا عم عشان يطلع جينك. مش بيقول لك كده، انا هتفرج على البرنامج جيني. طب يا عم جينك ودين ابوك هيبقى في خطر. دينك ودين ابوك هيبقى في خطر. والله بكلمك جد. فربنا ينجينا. يعني فعل المحرم غير الكفر، خد بالك. فعل المحرم النبي يشفع فيك. انما الكفر خرجت من الامه. افهم الخطورة. فعل المحرم يخلي النبي يشفع فيك، ما يجراش حاجة. يا عم اتفرج على افلام طول عمرك بس ما تكفرش وموت مسلم. هتلاقي النبي منتظرك يشفع فيك، وبعدين يقول لك ما يصحش كده، ضيعت عمرك. ما يصحش كده، خش الجنة اجري. ويعدي لانك من امته، مش هيتخلى عنك. لكن اما تحشر في غير امته هتعمل ايه؟ مش هتستفيد بحاجة بقى. فهمت يا استاذ؟ بس نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.